في النادي الاهلي ازاي؟ انا رحت كنت يعني ابن الزاويه الحمراء. ابن الزاويه. كنت بلعب في الشارع عادي يعني زي اي طفل كده. فكانت الناس بتقول لي والدي لا ده انت وديه نادي احسن وبتاع ده لعيب كويس جدا. كان سني لسه 7 سنين بس انا كنت بلعب مع الاكبر مني. ما شاء الله. ففعلا الناس كلموا والدي فابويا راح واخدني كان ليه علاقه بالشغل مع ابو والد هيثم حسين. ايوه. كان لاعب المقاولين. ايوه. فرحت رايح معاه. المقاولين ولا الاهلي؟ المقاولين. المقاولين. انت 7 سنين؟ 7 سنين ما كانش في السن بتاعي فقدم لي ساعتها في مدرسه الكوره ما كانش لسه في 7 سنين وان انا كان لسه ما فيش فريق 7 سنين فروحت معاه فقعدت اعيط قلت له لا انا لازم العب وبتاع فابويا بيحكي لي لما كبرت يعني بيقول لي لا ده انا كنت واخدك كده يومين وثلاثه يعني تفرح وبعد كده ايه خلاص فلما شافني الوالد لما شافني بقى بلعب مع سن اكبر مني 88 و87 فاستغرب لا ازاي انا ما شفتش فيك الموهبه دي ازاي فوالدي بقى ربنا يبارك له واديله طول العمر كمل معايا بقى المشوار لحد دلوقتي رحت الاهلي ازاي بقى؟ رحت الاهلي بقى كنا بنلعب تقسيمه فين؟ في المقاولين كنت كل ده في المقاولين كان عندك كام سنه؟ كان عندي 7 سنين ونص يعني قعدت 6 شهور والله قعدت 6 شهور معاهم بالظبط او 8 شهور فكان شافني بقى كابتن بدر رجب طبعا هو اللي سماك عفروت طبعا راح واخدني سنة النجوم ده حلو قوي بس ما شاء الله عليه نفسي النادي الاهلي يبص له بقى واستفيد منه بقى ايه ما شاء الله عامل اسم كبير في الامارات طبعا فبس كابتن بدري شافني انا وواحد صاحبي كان اكبر مني اسمه محمد سمير مواليد 88 فخدنا في الاهلي برضه رحنا الاهلي لا مش محمد سمير لا ده كان فرود فروحت انا وهو وكملت بقى المشوار مع كابتن بدر مين بقى مرنا هناك كابتن بدر اللي كان ماسك مدرسه الكوره ولا كان ماسك لا كان كابتن بدري في مدرسه الكوره ساعتها هو وكابتن محمد وهبه وكابتن مستر كروفر ايوه هم اللي مسكوه كابتن محمد السيد في مدينه نصر هم بقى اللي كملوا معانا المشوار طيب انت بقى بدات تلعب فرق انت بدات تلعب فرق كانت مناطق حضرتك عارف ما كانتش لسه فرقه 14 وبتاع بالظبط كده ابتدينا نلعب منطقه القاهره مع كابتن كان لسه برضه ما كانش لسه اللي احنا كنا لسه شباب ما كناش لسه اللي احنا نقدر اللي احنا نلعب دور كبير او لا طب فكانت مناطق كان لسه كابتن بدر هو اللي موجود معانا برضه وكان دور البراعم البراعم وكابتن محمد وهبه وبعد كده بقى ليه كابتن علاء ميغوب وكابتن مين يا ربي بعد كده كابتن فتحي بقى في ال 18 وال 20 سنه وكابتن عادل عبد الرحمن لعبت فريق اول انت عندك كام سنه؟ انا طلعت وانا عندي 16 سنه 16 سنه كنت بتمرن معاهم واللي سنه كام يا كابتن؟ ده كان حوالي 2007 2006 كان مين ماسك الفرقه؟ كان مستر مانويل جوزيه هو اللي طلبني هو اللي طلبني كنت انا و في ولايته قبل الاخير ده اول مره دي طلبني انا ومؤمن زكريا وواحد صاحبنا اسمه احمد عطوه كان باك ليفت فشافنا كنا عطوه اللي بعد كده راح الاسماعيلي اظن لا لعب معانا طلع لعب مع مستر مانويل ماتش المحله وبعد كده مش فاكر راح فين بالظبط راح الاتحاد يا احمد راح الاتحاد كان معاك الاتحاد بالظبط شافني كنت متصعد كابتن فتحي مبروك انا ما كنت فريق 89 فكابتن فتحي كان ماسك 87 فصعدني معاه فشافني مستر مانويل راح واخدني بقى تاني يوم كان عندي رهبه من 16 سنه كان عندي رهبه فظيعه بصراحه ولعبت اول ماتش قدام مين؟ اول ماتش لعبناه كان ماتش الداخليه ماتش ودي في الجزيره معاهم واول ماتش رسمي؟ اول ماتش رسمي كان اتحاد الشرطه مع كابتن حسام البدري بعد رحيل كابتن مستر مانويل ده بقى كان بعد كاس العالم للشباب بقى اللي انا بعد 2009 لعبت مع كابتن حسام بدري كام سنه؟ لعبت كابتن حسام كان لسه عندي 19 وشويه ولكن اتقيدت فريق اول بعد كده اتقيدت كابتن حسام مع مستر مانويل بقى في ولايته الاخيره كنت معاه؟ الاخيره لا جه قعدنا معاه شويه كنا احنا في المنتخب الاولمبي قعدنا معاه شويه كنت انا واحمد شكري وشهاب وشهاب ومحمد طلعت وسعد سعد راح مصر بعدها راح لمصر وبعد كده راح المقاولين اعاره طلب ساعتها الفتره ديت اللي احنا كلنا نطلع اعاره
كنت انا وشكري هيستخدوا خبراته وترجعوا مش عارف يعني كان وجهه النظر ايه بصراحه ربنا. فروحنا رجعنا رحت انت الاتحاد رحنا رجعنا من الاعاره راح قال لنا بقى انا مش عايز الشباب كله الشباب رحت بعدها المقاصه يا كابتن ودمرهم الاسماعيلي بالظبط والشرقيه والانتاج الحربي لفه جامده لفه جامده وصحه من الاماني ما انت ابن بتوته يا كابتن لفه جامده لسه كل ده 28 سنه يعني عز ادائه كان بسهوله الفتره دي كلها تبقى في الاهلي طب ضرب الوقت انت فين دلوقتي خطوتك انا خطوتي رايح البانيا ان شاء الله انت مش حابب تكمل في مصر ولا فرق الدولار بيشجعك على بره والله والله الفكره مش كده والله هي الفكره بس